من 6 أشهر إلى 24 شهر هي المدة التي تحتاجها العجول قبل أن تصبح قابلة للتصنيع، فترة تخضع فيها الماشية للتسمين تحت إشراف بيطري متواصل. فور وصولها إلى وزن التسويق توجه العجول إلى المجزرة لبدء عملية الذبح. بهذه المجزرة العصرية بمنطقة سيدي إسماعيل إقليم الجديدة، خطوات محددة يتم اتباعها للحصول على أجود أنواع اللحوم الحمراء. كنكونوا متفقين شنو هو العمل اللي خصو يذبح فيه والبوا اللي خصو يذبح فيه، كيجي باش كيذبح، ومن بعد الذبح كيدوز المراحل اللي هي خصها 48 ساعة باش كتكون يعني هذيك يعني البهيمة ولا البات قابلة للتصنيع، وكدوز عملية ديال التصنيع اللي من موراها كيخرجوا واحد العدد ديال يعني لي مورسو دو فيوند لي ولا اللحم المتقطع اللي كي كل واحد شنو كيبغي، الفيلي الفوفيلي لونتروكوت طاجين سوسيس فيونداشي كاع هاد العمليات هادو كيدار. جودة اللحوم ترتبط بمعايير محددة يجب اعتمادها داخل المجازر، بدءا من الذبح مرورا بالتقطيع ووصولا الى التغليف والتوزيع. زيادة قيمة إنتاج صناعة اللحوم الحمراء تطلب الاستعانة أكثر فأكثر بتقنيات حديثة للمحافظة على جودة اللحوم ومنتجاتها. كنبداو بالتتبع ديال الأبقار والأغنام من لاباطاج، يعني من فاش كيوصلوا للذبيحة خاصهم يكونوا ما يكونش يكون ان موان دو ستريس، دونك كيدوزوا واحد لا بيريود ديال ستابولاسيون باش بور دي ستريسي لي انيمو. ابري كيدوز لاباطاج، دونك في مراحل ديال لاباطاج كيدوز على ان فيتيرينير اغري من عند لونسا بور زعما باش يعطي واش هذيك الكركاس واش كونفورم انها تدوز يعني تكمل لو سيركوي ديال لا برودكسيون. من بعد فاش كتهبط كدوز في واحد المده ديال اللي ما كتقلش على 16 ساعه في ان فريغو باش كتنزل لا تمبيراتور ديالها ا كور 7 دوغري، و كيكون ان بي اش اللي هو نسبه الحموضه في اللحم اللي خاصو يكون 5.8. سلسلة اللحوم الحمراء تحظى باهتمام خاص في إطار مخطط المغرب الأخضر، الجهود متواصلة قصد تحسين أداء القطاع وتمكينه من الاطلاع بدوره كاملا داخل الاقتصاد الجهوي والوطني. المخطط المغرب الأخضر أعطى واحد دفعة كبيرة للإنتاج اللحوم الحمراء بالمغرب، واني بدايه من الدعم ديال 4000 درهم اللي كان بدا في 2009. اليوم كنعرفوا بانه كاين واحد الدعم كذلك في يعني التثمين ديال المنتوج، يعني بدات المجازر ولا خديتيها يعني التصنيع والتلفيف، اذا كاين واحد 30% حتى هي يعني نقطه ايجابيه. جهة الدار البيضاء صطاد تساهم ب 18% من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء بإنتاج وصل إلى 78800 طن سنة 2019، 27% منها من الأبقار، في حين تستحوذ الأغنام على أكبر حصة بنسبة 71%، قطاع يساهم بشكل فعال في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.